وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد. أبدأ معك مع العملات، يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة ضعف للدولار مقابل العملات الرئيسية، يقف يعني قريب من أدنى مستوياته في عامين مقابل الجنيه الاسترليني، أدنى مستوى في عام مقابل اليورو، وحتى يسجل يعني ضعف مقابل الين. فإلى أي مدى برأيك سيتواصل هذا الضعف للدولار، خاصة في ظل توجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في سبتمبر؟ صحيح، نحن كمؤشر للدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية عم نشوف في تراجع واضح للدولار الأمريكي، وذلك بنتيجة أنه في عنا تقييمات إضافية ومستمرة وتوقعات كبيرة من الأسواق أن مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية هو أكثر تسهيلا، أسعار فائدة أقل، وذلك تستطيع الأسواق أن تسعر الأحداث قبل حدوثها، ولذلك عم نشوف نحن تراجعات الدولار الأمريكي. على جانب آخر عم نشوف أسباب أخرى تسبب ارتفاع سواء كان اليورو أمام الدولار الأمريكي، بنظر إلى أنه المركزي الأوروبي تحركاته محدودة نسبيا فيما يتعلق بتسهيل السياسة النقدية. رأينا كريستين لاغارد أكثر من مرة تذكر أنه ما رح يكون في عنا توجه نحو تقليص أسعار الفائدة حتى إذا تضغط الديتا أو حتى تكون البيانات هي سبب رئيسي في تحقيق ذلك، وبمعنى آخر هناك مخاوف من أن التضخم يخرج عن السيطرة في المنطقة الأوروبية. نفس الوقت نحن عم نشوف نفس التوجه نسبيا بالنسبة للمملكة المتحدة، وربما ذلك يعزز ارتفاعات الجنيه الاسترليني اللي نحن عم نشوفه مرتاح نسبيا فوق مستويات يعني صرنا زمان ما شفناها للجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي. بالتالي نحن عم نشوف أنه هذا السيناريو سيستمر طالما هناك تفضيلات وتوقعات بأنه يكون في عندنا أسعار فائدة أقل، ربما 3 تخفيضات هذا العام لا تزال إمكانية مطروحة. ولكن نحن لما نشوف بيانات مثل ألمانيا اليوم التي يعني أظهرت الجي دي بي تبعها تراجع عن الربع الثاني على التوالي وهو تقنيا يعتبر كساد، فعم نشوف أنه ربما يتدخل المركز الأوروبي أيضا بتقليص أسعار الفائدة، وهنا ربما يعود الدولار الأمريكي نسبيا للارتفاع أمام النظرائح من العملات الأخرى. أيضا في ظل توجهات البنك المركزي الياباني وسط توقعات بأنه سيواصل التوجه لرفع أسعار الفائدة، هل برأيك هذا سيساهم في تأمين بعض الدعم للين؟ بلا شك نحن عم نشوف يعني توجهات رفع أسعار الفائدة مثل ما ذكرنا منذ قليل بالنسبة لليورو، نفس الشيء عم بيكون في عندي بالين الياباني الذي المركز الياباني الذي أضاف 15 نقطة أساس وبأكثر من المتوقع، نحن عند 25 وربما مرشح ل10 نقاط أساس جديدة ممكن يضيفها المركز الياباني خلال هذا العام، وهذا يعتبر بحد ذاته تشديد قوي من السياسة النقدية، وهذا يدعم أن يكون في عنا منع كلي ل خلينا نقول الباري تريدز بالنسبه للين اللي عم بتصير على الين الياباني والتي تؤدي الى نزوح الين او نزوح الاموال خارج اليابان. في نفس الوقت عم تكون فيها ضغط كبير جدا على الاقتصاد، وكانه الذهاب بالسياسه التيسيريه التي كانت متبعه دون ان يكون لها واقع حقيقي، الان مع وصول التضخم نحو المستهدفات والارتياح النسبي يستطيع تشديد السياسه النقدية المركزية الياباني لتحقيق استقرار في سعر الصرف، وربما ذلك قد يضغط أكثر على زوج الدولار الأمريكي الياباني لمستويات دون 140 141 حتى ربما ذلك قد يحدث فعليا إذا ما اقتربنا أكثر من موعد قرار الفيدرال الأمريكي. وفي نفس الوقت كان هناك توجه لرفع أسعار الفائدة، فبالتالي عملية عكسية مضاعفة عم بتكون على الزوج، تضغط من الجانبين أو من شقي زوج العملات الدولار الأمريكي والين الياباني للاتجاه باتجاه هابط أكثر، وربما عودة إلى مستويات أكثر خلينا نقول استقرارا، لأنه بلا شك مستويات فوق 140 تعتبر يعني مقلقة ولا يرتاح لها المركز الياباني، ولا تحقق حقيقة الاستقرار والتوازن في سعر الصرف الذي يحتاجه لتحقيق تنمية الصادرات وفي نفس الوقت البقاء على التضخم في مستويات مستهدفة.
هذا الأسبوع رائد لدينا أيضا بيانات مهمة جدا من الولايات المتحدة، أرقام الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضا لدينا أرقام أهم هي أرقام البي سي إي التي ستصدر يوم الجمعة، وسط توقعات بأنها على أساس شهري ستبقى مستقرة، ولكن إذا ما نظرنا إلى الكور بي سي إي مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي من المتوقع يسجل زيادة إلى 2.7% من 2.6% في القراءة السابقة. فاليوم هل برأيك في حال جاءت هذه القراءة عند التوقعات هي أعلى من القراءة السابقة أو أعلى من ذلك، هذا سيخفف من شهية الفيدرالي للتوجه لتخفيض الفائدة في سبتمبر؟ حقيقة لا أعتقد ذلك راح تكون الكور بي سي إي أو البيرسونال كونسومبشن إكسبندشر هي الورقة الحاسمة بالنسبة للفدرال الأمريكي، لأنه النقاط الأهم كانت أنه عندنا تراجع في سوق العمل الأمريكي، كان في عندي استقرار في مستويات التضخم، ويعني قراءة كانت السي بي آي قريبة من التوقعات وتظهر عدم ما في عندنا ذعر بمستويات التضخم. الآن القراءة المفضلة بالنسبة للفدرال الأمريكي بلا شك هي البي سي إي والانفاق الشخصي الاستهلاكي، ربما على جانب الذي نستثني منه الغذاء والطاقة يكون في عنا بعض الضغط، وهذا تحديدا عم يجيني من قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو السبب الرئيسي بالارتفاعات ربما إن كانت تحدث ولا تزال تحدث ربما حتى الآن، وهي لأنه في عنا بطء بتراجع الأسعار في هذا القطاع. لكن إذا بدي أضيف لذلك الكاتين كوست اللي صار وتسريحات الوظيفية وارتفاع البطالة اللي حدث، ربما يضغط ذلك على خلينا نقول الانفاق الشخصي الاستهلاكي ويضغطه بالاتجاه الهابط دون أن يكون هناك مخاوف من ارتفاع البي سي اي فوق التوقعات. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب.